National Service for Human Rights. سيدي الرئيس، أنا هاجر منصور، سجينة سياسية سابقة في البحرين. تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي. يقضي ابني سيد نزار الوداعي حكما جائرا ل 11 عاما بالسجن على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب. اعتقل ابني قبل 3 أيام من اعتقالي في عام 2017، وكان عمره 18 ربيعا، على خلفية قضية سياسية هدفها الانتقام من زوج ابنتي كما قررت الأمم المتحدة. وفي الشهر الماضي خاض أكثر من 800 سجين سياسي إضرابا عن الطعام، كان ابني من بينهم. زرته في السجن أثناء إضرابه، وكان قلبي يعتصر ألما وأنا أراه نحيلا الجسد. الأسبوع الماضي أدرج أمين العام للأمم المتحدة اسم ابني من ضمن 5 أسماء من البحرين في تقرير عن الدول التي انتقم من مواطنيها بسبب تواصلهم مع الأمم المتحدة. أطالب مجلسكم بأن يقوم بواجبه تجاه مئات السجناء السياسيين في البحرين والضغط للإفراج عنهم فورا، وشكرا لكم.